السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. نهائي سباق 3000 متر موانع شباب بطولة الجمهورية تحت 20 سنة، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. 7.5 لفات، التليفون هيفصل. انطلاق السباق 3000 متر موانع بالتوفيق للجميع ان شاء الله. سباق الثلاث لفات، سباق 3000 متر موانع 7.5 لفات، الدورة الأولى أول نص لفة من غير موانع، بيبدأ من ستارت 400 أول مانع، بعد كده المانع الثاني، ثالث مانع، رابع مانع المية، وآخر مانع اللي في المية الأخيرة. يعني 3000 متر موانع فيها 5 موانع، 4 عاديين ومانع مية. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. انطلاقة قوية جدا من اللعيبة. ستاشر لاعب مشارك في 3000 متر موانع. قسمت المجموعة إلى 5 لعيبة، بقوا 6 لعيبة في المقدمة، فرق 10 متر أو 20 متر بين اللاعب السابع. فاضل 5 لفات.
فاضل 4 لفات. منافسة قوية جدا. اللاعب الأول في المقدمة، فاضل لفتين. سباق قوي جدا زي ما انتم شايفين، منافسة قوية جدا. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. آخر لفة اللاعب. دخول اول لاعب.
اللاعب يوسف نادي سبورتنج بطل على تتويج العشاري بطل يوسف رجل البالة لو سمحت لسه ممتاز سباق 3000 متر موانع بالتوفيق للجميع ان شاء الله.